بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله الناجتس. عندنا نص كيلو صدور فراخ معهم بصلة متوسطة متقطعة بأي شكل وثلاث فصوص ثوم، وهنفرمهم في المفرمة او الكبة، بس يفضل يكون في المفرمة. وبعد ما نفرمهم هنضيف عليهم معلقتين كبار بقسماط مطحون ومعلقة صغيرة بهارات فراخ، والطريقة بتاعت بهارات الفراخ الرابط بتاعها موجود في الوصف تحت الفيديو، ونص معلقة صغيرة توم باودر، ودي اختياري ممكن الاستغناء عنها، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة، وهنضيف بيضة، وهنضيف نص معلقة صغيرة ملح وفلفل اسود، وهنعجن كويس جدا. بعد كده عندنا كيس تلاجة هنفتحه بالسكينة وهنفرده بالشكل ده، وهنفرد خليط الفراخ على الكيس على شكل مستطيل بارتفاع سنتي، وهنسويه كويس جدا وهنغطيه، وهندخله التلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل، وكل ما نسيبه وقت أطول بيكون أفضل. وبعد ما الفراخ تتماسك معانا في التلاجة هنقطعها بالشكل اللي احنا عايزينه بالسكينة أو بقطعة. بعد كده هنقلب كل قطعة في بيضة ربنها مع ملح وفلفل، وهنشيلها من البيض هنقلبها كويس في بقسماط مطحون، وخلاص كده تبلنا كل الكمية اللي عندنا، وهنقليها في زيت سخن على نار متوسطة. وخلاص كده الناجتس استوى معانا وخد لون ذهبي. جربوه وان شاء الله هيعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وشكرا للمتابعة، والى اللقاء ان شاء الله في فيديوهات جديدة.